هل برنامجكم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي قادر على إخراج البلاد من الأزمة التي نعيشها؟ وقتاش؟ حاليا الساعة الحاضرة. الساعة الحاضرة. توت شويت ولا في المستقبل؟ في المستقبل بيان سور، لأن احنا البرنامج نتاعنا الاقتصادي عندنا المدى القصير. المدى القصير هو إعادة الهيكلة. على بالك باللي الناس ما يسلكوش الغرامة تاعهم. علاه؟ باسكو المسؤولين تاع الغرامة يديو الرشوة. اللي لازم يسلك 50 مليون يروح يسوق ليلو 5 ملايين ويضرب عليه النحب 50 مليون. هذه وحدة. كاينة لا روستركتيراسيون فينونسيال. ثانيا على بالك باللي في الدول المقدمة لازم تستعمل لا موني في سيديار. سكريبتيرال على بلاص لا موني في سيديار. معناتها الشاك. حنا السماسرية في السواق يلزم 100 مليون ويظل يتاجر بها في جيبه. في الدول المتقدمة كون تسلك كونتون أكثر من 5 ملايين يديوك الحبس. حنا الدراهم الكل هربوه عاد البنوك فارغة. ثانيا كي ندير لا روستركتيراسيون فينونسيال. نرجع إلى المشكل اللي صار لنا درك. لونديتمون يعني المديونية. اللي خدموها على جال لي زوزين كلي اوم. ثانيا لا مانتونونس يعني الوزنه نتاعنا كامل تستهلك المواد اللي تخدم بها من الخارج. ثالثا الدوله كانت تعجز في البرنامج نتاعها وفي الميزانيه تولي تطبع الاوراق النقديه. يا اخي دائما يديروا ان بيجي تاع 11000 مليار سنتيم ومن بعد ما يكفيهمش يزيدوا يطبعوا 1000 مليار. طبعوا حتى عاد 20000 مليار بدون مقابل في السوق. هذا هو اللي خلى الغلا يطلع. كي احنا نتحكموا في هذه وعندنا الكتله النقديه ام لا ماس مونيتار نقسمها على لو برودوي انتيريور بروت بي بي المنتوج الداخلي الخام. لازم نلقى بين واحد واثنين. احنا في الجزائر نلقى 10 و20 وعلى هذيك الشيء السوق غالي جدا ما نقدروش نوصلوا فيه. دونك في المدى القصير لا ريستركتيراسيون فينونسيال. في المدى المتوسط احنا نتوجه للصناعة اللي تمد لنا الحديد باش ندير البنيان والسيما. نبني لي باراج. كي نبني لي باراج ونبني لي باراج يعود عندي الماء. لأن 17 مليار متر كيب تروح في الويدان تديها البحور. كي نبنيو لي باراج ونبنيو لي باراج نديرو الزراعة المسقية. نخدم لابيترال البنجر وندير لوزين تاع السكر. نخدم الصوجة وندير لوزين تاع الزيت. نخدم القطن وندير لوزين تاع النسيج. نخدم التوت ونجيب بوفرط الطول اللي يولد الدودة تاع الحرير ياكل توت يولد الحرير وندير النسيج. ندير التبغ وندير اون ايكونومي انتيغري بين الفلاحة والزراعة. كي نبدا نتطور نولي ندير الصناعة الغذائية. موش ندير كما داروا هما لا ميكانيك الالكترونيك الالكتريسيتي لا شيمي وروح جيب من الخارج وهنا صنع برك. معناتها لو كان الشيء اللي داروه ما درناهش ونحكموا الصوارد نقسموهم للشعب يبقاو شمورة رانا خير. هذه الكارثه اللي دخلونا فيها. علاش؟ لان ضحاوا بالحتميه الاقتصاديه من اجل الحتميه السياسيه. في صفحات الجرائد الوطنيه كيوميه الرائد التي عنونت تركيب السيارات لم يحقق ما كان ينتظر منه، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى استيراد مقنع مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤثر لهذا النشاط. وفيما يخص العقار الصناعي فقال بدأ أن هناك لجنة وزارية مشتركة لمراجعة كيفيات منح العقار الصناعي وستحقق فيما يخص بيع العقار من طرف بعض المستثمرين المزيفين. على البرنامج في المدى الطويل احنا هضرنا على المدى المتوسط نهضروا على المدى الطويل. المدى الطويل احنا عندنا مشروع وما زلنا متمسكين به ورغم الناس نقدوه وينتقدوه
ولكن احنا نخدموه مهما كانت الظروف فاسفاس الوطنيين موجودين وحنا نخدموا القناه اللي يخلينا نخدم بحيره الجنوب والبحيره هي اللي تجيب لنا امور لان هاي قابس وهاي الجزائر وهاي الصحراء وما كانش الارتفاع احنا ارتفاع البلاصه العاليه 14 متر نشقوا القناه تدخل البحيره هذه الصحراء كامل تولي جنه لان عندنا لالبيا ماء موجود تحت الارض عندنا الانتركالات عندنا لا ناب تاع بسكره نحيو التوحش وحنا رجعنا للصحراء الكرافات واللونغوست لانها بحر سخون العود موجود بكثره نغرس البنان نربح 5 ملايين هكتارات وانا نشكر الشعب الجزائري اللي ضامن معايا في الحصه الاولى